نعود الآن إلى مبدأ زيادة تكاثر البكتيريا. أولا أريد من الناس أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى خلقنا من تربة فيها بكتيريا. كثير أنا أسأل الناس أقول مما خلقنا الله؟ يقولون خلقنا من طين. أقول جيد، والجواب صحيح. طيب ما هو الطين؟ يقولون تراب وماء. أقول فقط؟ يقول نعم فقط. أقول أنقصتم شيئا، هو تراب وماء وبكتيريا. والحقيقة أن هناك إشارة في القرآن الكريم على أنه يتكون من ماء وتراب وبكتيريا. الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر يقول وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. عندما ترجع إلى التفسير وتقرأ ما معنى حمأ مسنون، في التفسير هو الطين المنتن ذو الرائحة النتنة عفوا المتغير، الطين المنتن المتغير. متغير ومنتن معناته فيه بكتيريا، لأنه إحنا علميا مثبت علميا أن الروائح الكريهة هذه لا تنتج إلا بسبب وجود غازات، هذه الغازات تنتج بواسطة البكتيريا. وبالفعل علم التربة الآن يشير أنه عندما ندرس التربة نأخذ جرام واحد من التربة قد نجد فيه أكثر من 1000 نوع من البكتيريا، وعدد البكتيريا التي تكون موجودة في جرام واحد من التراب تصل إلى حوالي 1 مليار عصية بكتيريا. أرقام مخيفة، يعني أرقام لا يتصورها العقل. فالله سبحانه وتعالى خلقنا من تربة فيها بكتيريا، ولذلك أول ما يولد الإنسان سبحان الله تبدأ هذه البكتيريا تعشش في أماكن محددة في جسمه أكثر من أماكن أخرى. من هذه الأماكن في منخريه يبدأ يتشكل بكتيريا، في فمه، وفيما بعد هذه البكتيريا في الفم هي التي تسبب تسوس الأسنان مثل الستريبتوكوكس أجلاكتي، يعني وأنواع كثيرة طبعا. أيضا تستقر على الجلد تحت الأظافر في المنطقة الإبطية في المنطقة المغبنية وفي القولون. ولذلك سبحان الله نجد أنه حتى الروائح الكريهة التي تصدر من جسم الإنسان هي ناجمة من البكتيريا، يعني عملية التعرق الشديد دون عملية التنظيف بيصير عندي وسط دافئ ورطب ومعتم، وهذا الوسط الذي تحبه البكتيريا فتتكاثر وتنتج غازات وتخمرات، فإحنا بتبدأ الروائح الكريهة من المنطقة الإبطية والمنطقة المغبنية.